اهلا بيكم يا جماعه، يا رب تكونوا كويسين. انا لقيت نفسي سهرانه شويه فقلت نعمل لايف كده نرغي مع بعض شويه. فاللايف ده فضفضه كده مع بعض وشويه نصايح و ادفايسز كده ممكن تكون مفيده ليكم. قولوا لي بقى انتوا بتتفرجوا عليا من فين، قولوا لي اخبار الطقس عندكم ايه، عشان احنا بره عندنا عاصفه قويه جدا. مش قادره اقول لكم، تقريبا الشبابيك كلها عماله تخبط ورمل وعواصف مش عارفه. احكولي بس اخبار الطقس عندكم ايه، وانتوا بتتفرجوا عليا من فين، عشان ده فضفضه بقى ورغيه. قولوا لي الساعه عندكم كام، يعني انا دلوقتي بعمل لايف والساعه 4 الفجر. قولوا لي انتوا الساعه عندكم كام في البلد اللي انتوا بتتفرجوا عليا منها. اوكي طيب، النهارده هنتكلم عن فارس احلامي. موضوع الحلقه هو فارس احلامي فعلا. ببعت لي مسجز كتيره جدا من بنات بتقعد تحكي لي عن فارس احلامها، مين الشخص اللي بتحلم بيه، وان هما بيتاخروا في الجواز او بيتاخروا في الارتباط عشان هما مستنيين الشخص الصح او فارس الاحلام اللي احنا اللي هو بقى ايه اللي احنا كلنا بنحلم بيه. بصوا، خلينا نكون واقعيين ومتاكدين ان كل بنت في الدنيا عندها فارس احلام، وكل راجل برضو عنده فتاه احلام. يعني الرجال عندهم فتاه احلام والستات عندهم فارس احلام. انا وانا صغيره كان عندي فارس احلام وهاي اكسبكتيشنز قوي قوي قوي. كلنا رجاله وستات عندنا هاي اكسبكتيشنز، يعني تطلعات عاليه. طيب بس في بوينت للاسف لازم كلنا ناخد بالنا منها، لان دي بتاخر ناس كتير جدا في الجواز، ان مفيش حد بياخد كل حاجه. يعني فارس احلامك اللي بقى هيركب لابس ابيض في ابيض وهيجيك على الحصان الابيض مش موجود. فتاة احلامك اللي انت بقى شبه مارلين مونرو ولا شبه مونيكا، اسمها مونيكا البوتشيني، مش ناسي بوتشيني ولا مش موجوده. يعني فلازم شويه نتنازل، يعني لازم تحصل تنازلات. بس اقول لكم على بوينتس النهارده مهمه جدا، هو ان احنا لازم نعملها. اول حاجه لازم تجيبوا النوت بوك يا جماعه، دي مثلا نوت بوك اهي، تجيبوا نوت بوك كده تخلوها your private comfort zone، يعني الحاجه اللي انتوا تقعدوا تفضفضوا معاها. بعدين عايزه منكم كلكم تكتبوا اهم 10 صفات انتوا عايزينها تكون موجوده في فارس احلامكم، بس اكتبوها priorities. يعني رقم 1 دي اهم حاجه، رقم 2 تاني اهم حاجه، رقم 3 اكتبوها بالبريوريتيز او بالاولويه من 1 ل 10. يبقى او هتجيبوا نوته او هتجيبوا نوت بوك زي دي وهتكتبوا صفات فارس احلامكم اللي انتوا عايزين ترتبطوا بيه من 1 ل 10، وشوفوا ايه بقى الصفات اللي المفروض تكون في فارس الاحلام ده. طيب انا بقى خليني اديكم شويه ادفايسز، بس النهارده الحلقه للبنات. يعني ما تهتموش بالشكل قوي يا جماعه، للاسف انا كرشا كنت زمان اهم حاجه عندي الشكل. يعني انا من النوع اللي بحب الحاجه بيرفكت قوي، انا بيرفكشنست قوي، فبحب الشخص اللي انا هرتبط بيه ده يبقى فيه كل حاجه حلوه. يعني شكله حلو وجسمه حلو ولبسه حلو وشغله حلو وهو كله حلو في حلو في حلو، ما هو فيش كده. يعني انا بشوف ان الروح والعاطفيات بقى الداخليات اهم بكتير جدا من الشكل. اوكي يعني الشكل ده اخر حاجه تبص لها. انا ياما قابلت ناس شكلها حلو جدا جدا وبيلمعوا كده، الناس دي بتبرق والله العظيم، بس اقعد تكلموا عنهم تلاقيهم فاضيين فاضيين فاضيين. فما تنبهروش بالمظاهر والله بجد، دي نصيحه. قولوا لي هل قابلتوا قبل كده ده راجل او ست يعني شكلهم حلو قوي قوي لما اتكلمتوا معايا لقيتهم تافهين فاضيين مش بتستمتعوا معاهم ولا لا؟ اكيد اكيد كلنا قابلنا هذا الشخص. طيب ايه بقى الصفات المفروض تكون موجوده في فارس الاحلام؟ او هتكلم انا عن فارس احلامي اللي كنت مثلا كل، يعني اعتقد اول حاجه ان هو يكون شخص حنين. حنين ده اللي هو انسان حنين، عنده عطف، عنده احساس. نعمه ان انت يكون عندك احساس، انسان حساس كده بتحس باللي معاك، دي رقم 1. رقم 2 هو يكون، او رقم 1 يكون عارف ربنا ومتدين بيخاف ربنا، سوري يعني دي رقم 1. انما يكون حد واتيفر بقى جنسيته ايه، واتيفر ديانته ايه، اهم حاجه انه بيكون بيتقي ربنا وبيخاف ربنا وبيعاملك بما يرضي الله، ده رقم 1. رقم 2 هو يكون حنين. رقم 3 ان هو يكون شخص ناجح، شخص بيعرف يشتغل، بيعرف يجيب فلوس، شخص عنده طموح. مش لازم يكون ناجح دلوقتي، بس اهم حاجه انه عنده ايمج او عنده بلانز، هو عايز يبقى عايز يبقى عامل ايه في المستقبل. اوعى ترتبطوا بشخص مش طموح، عارفين ليه؟ لان انتوا حتى لو انتوا طموحين الشخص ده هيجيبكم لتحت، هيبقى مش شايف المستقبل، مش انترستد اصلا، بتحس ان هو عمال يزقكم لتحت، عمال يشدكم لتحت. ف
فمهم جدا جدا حاجه حلوه ان انت ترتبط بشخص طموح، عنده بلانز، عايز يبقى حاجه، عنده افكار، عنده يعني عنده باشن للمستقبل. اما الشخص اللي هو بلا طموح ده والله العظيم هتزهقوا منه وتحس انه بيجيبكم لورا، بيشدكم لورا فعلا. طيب رابع حاجه ان هو يكون شخص محترم بيحترمك. يعني وقت غضب الشخص ده هل ممكن يهينك؟ هل ممكن يغلط فيك؟ هل ممكن يشتمك؟ هل ممكن يقل ادبه عليك؟ هل ممكن يعني يضربك؟ هل ممكن؟ يبقى لازم يكون غضبه اكسبتبل، يعني ما يكونش شخص عصبي، ما يكونش شخص غلط، ما يكونش شخص قليل الادب، ما يكونش شخص سافر كده في قله ادب ممكن يشتم يعني حاجات مش كويسه. فدي نقطه مهمه جدا يا جماعه. انا شفت جوازات اتهدت بسبب عصبيه الزوج او عصبيه او قله ادب، ان هو ممكن يضرب مراته او يشتمها او يشتم اهلها. فبليز يا جماعه ما تعملوش الغلطه دي. حاجه تانية كمان ان الشخص ده يكون عنده اخلاقيات ethics بقى، اللي هو زي ايه؟ يعني مثلا مش كذاب، مثلا مش حورتاجي بيقعد يحور ويهري ويكذب ويألف قصص، يعني صادق، عنده صدقه كده. ان هو يكون شخص يعني يعتمد عليه، حطوا 60 خط تحت يعتمد عليه. انا عندي 4 صحابي اتطلقوا والله العظيم علشان يتجوزوا شخص لا يعتمد عليه، ما بيشيلش مسؤوليه. يعني تكون البنت ابنها تعبان وتنزل بيه المستشفى وهو خارج مع اصحابه ولا في دماغه اصلا ولا في الدماغ يا قلبي. فان الشخص يكون بيتحمل مسؤوليه وبيشيل مسؤوليه دي حاجه لازم تشوفوها في فارس احلامكم، لازم تكون موجوده. يمكن بالنسبه لكم انتوا دلوقتي مش حاسينها، بس بعد كده هتبقى مهمه جدا. تعصير فراوله يا جماعه اصل احنا عندنا في مصر موسم الفراوله، وانا من عشاق الفراوله بالفانيليا. انا بحب الكوبايه دي قوي، الكوبايه دي من ايكيا بس انا من عشاقها. بصوا ضوافري اتكسرت ازاي، انا كل ضوافري اتكسرت يا جماعه. والله قولوا بتحبوا عصير الفراوله ولا لا، ايه اكتر عصير بتحبوه احكوا لي تحت يلا. احنا بنفضفض في اللايف بقى، فيعني اعذروني ان انا بشرب معاكم. طيب دي مصدرة عمر ابني باين كان بيعمل الهوم وورك. فان الشخص ده يكون بيتحمل مسؤوليه، الحته دي لازم تختبريها لو انت مخطوبه او انت مرتبطه بالشخص ده، تختبريه اختبار تحمل المسؤوليه ده. هل انت لما بتكوني بتشتكي له مثلا من شغلك ولا بتشتكي له من حاجه بيرجع يراجع معاك يقول لك عملتي ايه في شغلك، عملتي ايه في المشكله بتاعتك، ولا هو اللي في دماغه؟ الحته دي مهمه جدا جدا. طيب انا برضو بشوف من الصفات المهمه اللي تكون موجوده في فارس احلامك او ان هو يكون بيهتم بيك، حط 60 خط تحت بيهتم بيك. انا دي عندي خط، انا كعذراء انا حته الاهتمام، انا بعشق حاجه اسمها الشخص اللي قدامي او الشخص اللي مرتبطه بيه يكون بيهتم بيا، يكون بيهتم بتفاصيلي، بيهتم كل حاجه فيا. دي نقطه مهمه قوي. لو مش بيهتم بيا هبقى متضايقه وهبقى حاسه ان في حاجه ناقصاني. فركزوا جدا جدا الشخص ده بيعرف يهتم بيك ولا لا، بيهتم بتفاصيلك ولا لا. في اغنيه لحسين الجسمي دايما بتكلم عنها في الحته دي اسمها مهم جدا وجودك في تفاصيل. الله على الاغنيه، اسمعوها يا جماعه لو ما تعرفوهاش يعني. فان الشخص ده يكون بيهتم بتفاصيلك، بيهتم بيك، بيهتم بحاجات اللي بحبها، بيهتم بطموحك. دي برضو حاجه مهمه جدا لازم تكون موجوده في فتاة احلامك. او رقم برضو مثلا يكون دمه خفيف، يعني انا احب الناس دمها خفيف اللي بتضحكني، اللي بعرف اتكلم معاها، اللي يعني بستمتع ما بزهقش منه. مثلا ان يكون عنده بيحب يساعد الناس، شخص كريم. حطوا بقى 70 80 90 100 خط كده على كريم. البخل بقى، يعني انتوا لو ارتبطتوا بحد بخيل هتكرهوا حياتكم. فلازم يكون كريم، عنده عطاء، عنده جود، عنده كرم، بيحب يساعد الناس برضو، جدع، يعني يبقى شخص جدع سبورتيف كده. دي برضو صفه مهمه جدا جدا. طيب بصوا بقى، يعني بجد موضوع الشكل ده انا بشوف ناس كتير قوي بتهتم بموضوع الشكل. موضوع الشكل ده مش بريوريتي، يعني ما تحطوش الشكل ده بريوريتي. يعني انا مثلا احب الراجل الطويل، لو ما لقيتش راجل طويل بس في 3-4 يعني على الاقل يبقى في 3-4 صفات من 10 دولت، ماشي. انا احب الراجل مثلا اللي جسمه حلو، اللي بيهتم بجسمه، العريض كده، برضه مش عريض خلاص يعني مش نهايه العالم. انا مثلا بحب الراجل اللي شعره ناعم خلاص كاتباها، يعني قابلت واحد فيه 3 بس شعره مش ناعم عادي، مش عارفه دقنه تقيله وات ايفر بقى. فما يبقاش بقى خلاص بقى ايه نهتم بكل الصفات. وعلى فكره الكلام ده للرجاله، انا حاطه 10 صفات مثلا
لقيت حد مناسب وفي خمسة او في ثلاثة من اول ثلاثة وانت طالع، فده حلو جدا خلاص، مفيش حد كامل، مش هتلاقي في حد فيه العشر صفات. ممكن ده بقى توأم الشعر، توأم الروح بتاعك، انت تقابل حد سول ميت يبقى في كل حاجه انت بتحبها، ودي ما بتحصلش غير مره واحده في العمر. وممكن في ناس ما بيحصلش ان هم يقابلوا السول ميت بتاعهم ده. فدي النقاط اللي لازم يا بنات، خاصه بنات لسه ما اتجوزوش او لسه ما تخطبوش، لازم تكون موجوده في فارس احلامك. قولوا لي بقى اكتر ثلاث صفات تحبوا ان هم يكونوا موجودين في فتى احلامك، ولو انت راجل قولوا لي اكتر ثلاث صفات يكون موجود. واحد بيقول عينيها خضراء، لا احنا هنهزر بقى، في فتاة احلامك جاوبوني يا جماعه. طيب في بقى صفات، هبقى اعمل لكم فيديو عن الصفات اللي موجوده في حد انت مرتبط بيه او حد انت بتحبه او اكتشفتها لازم تهرب، لازم تبعد. يعني في صفات يعني بخل مثلا، راجل بخيل ده كارثه كارثه والله، بخل بقى في الفلوس، بخل في مشاعر، يا خراشي وحش قوي الراجل البخيل ده. وراجل مش بيهتم بشكل، مش بيهتم بريحته، راجل يعني صاري يعني مقرف. يعني في رجاله كده تحس ريحتها وحشه، ما بيهتمش بلبسه، على طول لابس حاجته مش مكويه، على طول هدومه مش نظيفه. يعني انا اتقرفت من الكلام اصلا. في رجاله فعلا بيعملوا كده. مين عنده عين بعين مثلي؟ في حد كاتب لي عندي عين؟ انا عندي عين وعيني يا جماعه. يلا بقى كل البنات تكتب لي تحت الفيديو ده، البنات ايه صفات فتى احلامك. اوكي، حاجه تانية برضو لازم ننتبه لها، ان انا احس ان الشخص ده فيه كيمستري ما بينك. كيمستري دي بقى هنعملها حلقه، اللي هو يبقى فيه كيمياء ما بينكم، تحس ان انتوا وانتوا مع بعض ما بتزهقوش من بعض، بتعرفوا تتكلموا، بتعرفوا تبنوا كونفرسيشنز، بتحبوا تقعدوا مع بعض كتير. دي برضو نقطة مهمة جدا جدا. بشكركم، يا رب الفيديو يكون عجب. يا جماعة انا قررت، صحيح فكرتوني اعمل ريلز starting من this week بقى، انتظروني، ده انا هقتحم عالم الويلز الريلز، عشان انا ماليش في التيك توك بصراحة، بس ريلز بقى يعني وريد تتابعوني بقى في الريلز، بتعملوها شير كتير. شكرا، بحبكم جدا 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 جدا. هتفرج بقى على الكومنتس بتاعتكم، ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام لو بتابعوني على فيسبوك، وفيسبوك ويوتيوب. وشكرا، بحبكم.